السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد الحلوة دوزاتي زوينة بزاف. انا شخصيا كتعجبني، كتجي يعني مكوناتها بسيطة والمذاق ديالها غادي يعجبكم ان شاء الله. في المكونات كما كتشوفوا هنا عندي واحد العلبة ديال الياغورت، انا اختاريت بالنكهة ديال الموز. بالنسبة للنكهة تقدروا ديروا يا فانيا الموز، بالنسبة للموز غادي يعجبكم اكثر. غادي تفرغوا العلبة وغادي تعبروا بها قياس ديالها ديال السكر والقياس ديال العلبه ديال الزيت. غنحتاج جوج ديال البيضات وعندي مبشور ديال الحامض. غنحتاج واحد نص كيس ديال الخميره الحلويات يعني 4 غرام، وغنحتاج واحد شويه ديال الكاكاو المر اللي غادي نلونوا به نصف ديال العجين، وغنحتاج جوج معالق كبار ديال النشا الذره. يعني النشا ضروري في هاد الوصفه هذه، من الافضل يعني كيعطيها واحد الهشاشه اكثر، لان الخميره غنديروا غير نص خماره، واصلا حتى الياغورت غادي يهشها لكم، ولكن النشا مهم في هاد الوصفه. وغادي نحتاج واحد الكميه ديال الدقيق الابيض على حساب الخليط. هنا وضعت جوج معالق كبار ديال النشا ديال الذره، وغادي نحتاج 4 غرام ديال خميره الحلويات. نخلط هاد المكونات كاملين ونبدا نضيف الدقيق. صافي دابا غادي نضيف الدقيق حسب الخليط. صافي غنبدا نضيف الكميه ديال الدقيق شويه بشويه حتى كيتجمع ليا العجين، ما يكونش قاصح بزاف وفي نفس الوقت ما يبقاش يتلصق. صافي البنات من بعد ما جمعت العجين كما شفتوا غادي نقسمه على جوج، النص خليته ابيض والنص ضفت له واحد شويه ديال الكاكاو. غادي ندخل فيه هذا الكاكاو هذا مزيان ونرجع معكم. كما شفتوا البنات هذا الجزء اللي خليت ابيض، والجزء الثاني اللي ضفت له تقريبا كيس ما كاملش ديال الكاكاو. يعني بالنسبه لديك السخنيشه ديال الكاكاو نقص منها غير واحد شويه، بغيتو تكملوها كملوها غادي يكون شويه يعني كحله بزاف. فانا اكتفيت بهذا اللون هذا. دابا غادي نطلق البيضه هي الاولى، عاد ديك الساعه نطلقوا هذه اللي فيها الكاكاو. صافي غادي نبدا نطلقها بين جوج بلاستيكات او هكا ورق الطبخ. هنا بعد ما طلقت هذا العجين اللي خلينا بالبيض، دابا غادي نطلق حتى الاخر باش نديرو فوق منه. دابا غناخذ هذه اللي بالكاكاو وغنديرها فوق من هذه اللي عاديه. صافي من بعد ما درت وحده فوق من وحده، دابا غنزيد نطلقهم شي شويه باش يلصقوا. دابا غادي نبدا نلفها، لفوها على الطول او على العرض اللي بغيتو. صافي البنات كنلفها غير واحد جوج لفات، وغادي نقطع من هنا. غادي نجمع لهم هاد الجناب هادو. كما شفتوا العجين راه كيكون شي شويه كتلصق ديال الزيت ماشي بحال الزبده. كما شفتوا البنات كنلف غير واحد شويه تقريبا واحد جوج لفات وكنقطع. ضروري دهنوا هكا هاد الورق بشويه الزيت الا عندكم كيلصق، او سطح العمل اللي بغيتوهم دهنوا شي شويه ديال الزيت باش ما تلصقش ليكم. صافي غادي نزيد هكا نحربلو شويه. بهذا الشكل هذا غادي نوضعوه في واحد البلاطو وغندخلو للثلاجه باش شويه يشد راسو عاد نقطعو. صافي بنفس الطريقه غادي نلف هذا الشيء اللي بقالي. صافي هاد الرولو حتى هو غادي نديرو في البلاطو، غادي نخلي هادشي حتى حتى يبرد ليا شي شويه عاد نقدر نقطعهم هكا بواحد الشكل طولي. صافي غير غيشد راسو شويه باش ما يبقاش يتلصق، وغادي نقطعوه هكا والحجم اللي بغيتو. بغيتو ديروهم صغار قطعوهم صغار. كما شفتو البنات قطعتهم بهذا الحجم هذا، نتوما ديروا الحجم اللي بغيتو. غادي نستمر في التقطاع ديالهم ونديرهم في واحد اللاطه اللي تكون مفرشه بورق الطبخ.
صافي البنات دابا غنخليهم يطيبوا على 180 درجه، نرجع معكم ان شاء الله باش نزينوهم. صافي البنات من بعد ما طابوا كما شفتوا تحمروا، غادي ناخذ شويه ديال المربى، انا خديت غير المربى اللي كنديروا في الاكل ماشي ديال الحلوه، وغادي ندهن هذا الوجه ديالها وندوزوها في جوز الهند. فوالا البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، كتجي بهذا الشكل هذا كما شفتوا. بالنسبه للشكل ديروا اللي بغيتوا، تقدروا تخليوها في لون واحد يعني وديروها تجيكم شويه رقيقه يعني ديروها بحال سيجار، وعاد ديك الساعه ديروا لها المربى وكاوكاو او مربى والكوك، حتى هي كتجي زوينه، المهم العجين راه زوين وغادي يعجبكم. شكلوا به الشكل اللي بغيتوا، غادي نقسم معكم شي حبه. غنقسم معكم البنات هذه القطعه تشوفوا كيفاش كتجي، ها انتم كتجي رطبه يعني كتجي بحال ريشبون تماما. وبالنسبه للبقايا اللي كيتبقاو لكم هذوك الجناب كترجعوا تجمعوهم وكديرهم واحد الطيب هكا وتقطعوهم كيجيو بهذا الشكل هذا، يعني واخا كترجعوا تجمعوا العجين كيبقى لكم زوين. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، نشوفكم فيديو جديده، السلام عليكم.